السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في كويزين شهرزاد. اليوم ما شاء الله جبتكم وصفه اي تحليه تاع موس بالحلوه تاع الترك. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. اذا عجبتكم الوصفه ما عليكم ديروا لي جيم. ومرحبا الجدد اللي التحقوني ريسامون في القناه، ونقول لكم ما تنساوش تفعلوا الجرس و ميم طون باش هكذا يلحقكم كل جديد. بسم الله المقادير. واش عندي لهنايا؟ عندي مغرف كبيره تاع النشا اي المايزينا، عندي زوج مغارف كبار تاع لا فارين، عندي اوسي كاس تاع حلوه الترك معمر. الكاس هو 220 مليلتر، وعندي 800 مليلتر تاع الحليب. يعني حطيت لهنايا 500 مليلتر حليب، نزلت لهنايا 300 مليلتر تاع الحليب. فوالا، حطيت اوسي الكاس تاع حلوه الترك. لهنا حنستعمل المغرف فوالا باش تجيني العمليه سهله. ونزيد اوسي المغرف كبيره تاع المايزينا، وزوج مغارف كبار تاع لافارين. نتوما لهنايا انا ما حبيتهاش حلوه بزاف، نتوما لهنايا تقدروا تزيدوا حتى 3 مغارف كبار تاع السكر. في انايا لا بودغ شونتيي اللي حنستعملها من بعد تجي سكري، و الحلوه الترك تجي حلوه. دونك نتوما تقدروا تزيدوا 3 مغارف كبار تاع السكر في هذا الخليط. لهنايا خلط الكل مع بعض، حكمت اون كاسرول، حنحط الخليط تاعي ونخلطه مليح. ما تخافوش من بعد راح تذوب هذيك الحلوه الترك. نحطه في لاكاسرول تاعي، الخليط هذاك نحطه في لاكاسرول، ونحطها فوق النار هاديه كيما نقولوا فو دو، ونقعد نخلط بشويه حتى كي يتقلي الخليط تاعي. فوالا، نحط كلش في لاكاسرول. لهنايا خلطت بارد في بارد، نخلط مليح ونحطها فوق النار. نقعد نخلط شويه لهنايا، ومن بعد نحطها فوق النار. لهنايا راهي فوق النار، الخليط تاعي راهو فوق النار. نقعد نخلط بشويه. يعني هذه الوصفه ديروها في رمضان، ديروها في رمضان سورتو للسهرات تاع رمضان، سي ايديال، تحليه رائعه والبنه تاعها واش نقول لكم. لهنايا نقعد نخلط، صافا مي بروندغ يا ربي 10 مينوت، وانا نقعد نخلط حتى كي يتقلي الخليط ويخرجوا لي هاد الفقاعات والخليط تاعي يتقال. فوالا، لهنايا نحيها فوق النار من النار، ونحطها في هذاك الغيسيبيون باش هكذا تبرد لنا، تبعدنا بالخف باسكو و لا كاسرول كنخلوها في لا كاسرول الخليط تاعنا يزيد يطيب. دونك حنا ما نسحقوش يطيب اكثر من هكذا. لهنايا نجيب ان بابي فين ونغطيه او كونتاكت، صافي نلصق هذاك البابي فين تاعي فوق هذاك الخليط تاعي، ونخليها تبرد. قيس هكذاك، قيس 2 ساعة إلى 3 ساعة، تلت ساعات الى تلت ساعتين الى تلت ساعات، حتى كي يبدلنا الخليط كاريما يولي بارد. انا خليتها لهنايا بس ساعه البرا باش تولي تياد باش نقدر ندخلها داخل الكونجيلاتور. دخلتها داخل الكونجيلاتور سا ما بري 2 ساعات. لهنايا بعد ما برد لي الخليط تاعي واش حكمت؟ حكمت كاس غربع تاع لا بودغ شونتيي، الكاس غربع تاع لا بودغ شونتيي. الكاس تاعي يرفد 220 مليلتر. نخلطها مليح مع الباتور بهذه الطريقه 3 دقائق حتى 4 دقائق حتى كي تقلي الخليط. ومن بعد لهنايا نزيد مغرف ونص تاع لافاني، مغرف صغيره تاع القهوه ونص تاع لافاني، ونزيد نخلط. وراني تحصلت على الكريمه تاعي، نزيد نخلط هكذاك حتى كي يتقلي الخليط باسكو لا بودغ شونتيي تكون بارده والميلونج تاعي يكون بارد.
الوقت تتقلي بالخف، وهاي ليك لاموس تاع الحلوه الترك تاعي راهي واجده لهنايا. حكمت لي فيغين تاعي وحكمت اون بواط تاع حلوه الترك، راح نوريكم لا مارك تاع حلوه الترك. هاي ليك، انا استعملت هذه جاتني بنينه ما شاء الله. لهنايا واش راح ندير؟ راح ندير في لاباز تاع تاع الفيغين تاعي حطيت شويه تاع حلوه الترك كطبقه الاولى، ومن بعد نحط عليها لاموس تاعي. نتوما تقدروا لهنايا تستعملوا لابوش ادوي ولا تستعملوا ديريكتومون ملعقه باش الخدمه تاعكم تكون متقونه. انا لهنايا فضلت ندير ديريكتومون، يعني عجزت نزيد طبقه واحده اخرى تاع حلوه الترك من الفوق باش هكذا نحسوا حلوه الترك، لو غو تاع حلوه الترك نحسوه في فمنا وسي بهذه الطريقه. ونزيد اون دوزيام كوش تاع لاموس تاعي، يعني لهنايا هذه الكميه تاع لاموس استعملت هادو وزدت ان اوتر فير تاع لاموس aussi. دونك جاتني هذه هي الكميه تاع 6 فيرين وكاس تاع لاموس aussi. لهنايا بديت التزيين، تزيين اختياري. انا زدت له شويه حلوه الترك وراح نزيد له تانيك شويه الجوز من الفوق واش كاين في الدار. فوالا، وهاوليك التحليه تاعي لهنايا قبل ما دخلتها للفريغو نخليها تزيد ترتاح بس 4 سوايع واحد اخرين، يعني تقدروا ديروها ما في رمضان، تقدروا ديروها صباح والعشيه توجدوها صباح والعشيه راكم تستهلكوها. شوفوا القوام رائع تاع لاموس، تاع لاموس حلوه الترك والذوق رائع. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه، على بالي كي تسيوها على بالي بلي ما كوش راحين تستغناو عندها. شوفوا القوام تاع هذا لاموس، انا ما درتهاش حلوه بزاف باسكو فيها حلوه الترك على الانتيريور، مي سي تري بون، سي ان ديليس. الوغ هاي اللي كنا لحقنا نهايه الفيديو، اذا عجبتكم الوصفه ما تنساونيش بجام، خلوا لي تعليق تاعكم هكذا باش نشوف اذا راكو صح عجبتكم هاد الوصفات. واش نقول لكم، الى فيديو جديد ان شاء الله من مطبخ شهرزاد. ما تنساوش لو جروب فيسبوك تاعي سي كويزين شهرزاد، اي مون انستغرام سي شهرزاد اون كويزين. هاي ليك الوصفه، ما تنساونيش بجام، والى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله.